السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيت معاكم بوصفة خفيفة للغداء أو العشاء، هي لابيري، يعني رانا نطيبوها كامل يعني، بصح أنا حبيت نعطيكم كيفاه تجي بنينة في المذاق وتجي هايلة، جربوها ما تندموش. عندي البطاطا على حسب الأفراد العائلة تاعنا، نقطعها مغسولة مقطعة، نحطو لها الماء ونحطو لها الملح ونخليوها تترشم كما متعودين، كي طيب نحيو لها الماء ونخليو الحب. هذا ما كان عندي المرقاز تاعي، نحطوه في المقلة، لهنا ما نحطولوش الزيت، يعني المرقاز حبدا يطيب بليدام تاعو، دوك يصفي ليدام تاعو ولا المرقاز تاعنا طاب، يعني كي تحطي له الزيت يعني هو في لاغراس، وتزيد نحطولو الزيت يعني خليوه يطيب على نار هاديه خلاص، وغطيه بالغطاء تاعو كما راكم تشوفوا في الصوره. كما راكم تشوفوا هنا بدا يطلق الماء تاعو، يعني هو يكون مغطي، يعني نقصي النار وغطيه يطيب في عقله. لهنا راه طاب لنا المرقاز تاعنا، صفى الزيت، يعني حاولي كل مره قلبيه يعني يجي هكا ما شاء الله. لهنا بعد ما طابت لنا البطاطا سيحنا الماء تاعها وخلينا البطاطا، نجي ندير بالباتر، عندي لهنا عندي الحليب، عندي الفرماج، وعندي الزبده، يعني على حساب الكميه اللي عندك، هنا عينك ميزانك. نجيبوا البطاطا تاعنا كما تشوفوا قاعده نضرب فيها بالباتر، نحط الفرماج على حساب الكميه اللي عندك، انا لهنا بك درت 6 قطع، ونزيد شوية حليب، ما نكثرش بزاف الحليب لا خاطر مانيش حنزيد نرجعها على النار، يعني مانيش حابه نديرها جارية بزاف. نعاود نضربها بالباتر يدوب لنا الفرماج مليح، ونزيدو لها قطعة الزبدة، الملح يعني انا جاتني مليحة برك لا خاطر قبيل ملحتها في الماء، يعني جات سوا سوا مع الفرماج جي هذاك هو، يعني في المذاق جا هاي لابيري. كنا بكري يعني هنا نزيدو له الماء يعني مع الزبده، ونحطو نزيدو له الحليب عفوا ونحطوه على النار والزبده، يعني حيت نشوفو هذاك هو لابيري تاعنا، بصح دوكا يعني عاو اختلف، يعني هكا يجي زي لاموس، يعني يجي خفيف. يعني حبيت نشارك معكم هذه الوصفة، هي سهلة لهنا كما راكم تشوفوا، ما زدتش الحليب يعني جاتني مليحة برك، شوفوا كيفاه جات خفيفة، جات كأنها كيلاموس، يعني جات ما شاء الله مال الحبيبات المرقاز. هذه الوصفة تاعنا، نتمنى تجربوها وما تندموش. وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما لي غير نقول لكم إلى الملتقى ومع السلامة.